اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. بنعود مره تانيه للدوري العام المصري. الدوري العام المصري البطوله المحببه لجمهور النادي الاهلي ولجهاز الفني للنادي الاهلي وللاعبي النادي الاهلي. قبل بس ما اتكلم عن مباراه الاهلي والجونه واقول لحضراتكم قائمه فريق النادي الاهلي. فاكرين حضراتكم لما كان النادي الاهلي بيعمل اعاره لبعض اللاعبين؟ كان هناك هجوم شديد على النادي الاهلي في ذلك الوقت. فاكرين حضراتكم لما كنا بنقول الكلام ده من حوالي نص السنه اللي فاتت، قلت لحضراتكم ان الاعارات دي النادي الاهلي المجموعه لجنه التخطيط اللي موجوده، وطبعا كان قبل وجود الكابتن محسن كان دكتور طه اسماعيل، والاثنين قامات كبيره جدا جدا في عالم التخطيط، تخطيط لكره القدم يعني، ومعاهم أو المشرف على كرة القدم في النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب. دول نجوم كبيرة جدا، عارفة هي بتعمل إيه؟ عارفة إن هي لما هتطلع عمار حمدي للاتحاد هيرجع بالمستوى ده، عارفة إن هي لما هتودي أكرم توفيق للجونة هيرجع بالمستوى ده أو هيظهر بهذا المستوى، عارفة إن هي لما هتودي أحمد ياسر ريان هيظهر بهذا المستوى، عارفة إن هي لما تودي الجزار، الجزار لما ينزل في المباريات النهائية محدش خد باله، لكن الجزار لما ينزل في الربع ساعة الأخيرة ولا النص ساعة الأخيرة في كل مباراة نهائية أو قبل نهائية بيبقى له دور، وثقة كبيرة جدا من المدير الفني شوقي غريب في هذا اللاعب. هو النادي الأهلي مش بيعمل أي حاجة وخلاص، النادي الأهلي مش بيعمل إعارة وخلاص. قبل كده كان ناصر ماهر وجي لعب سنه في النادي الاهلي وبعد كده طلع اعاره تاني لنادي سموحه، ان شاء الله ربنا يكرمه في كتفه ويرجع بالسلامه. فالناس لما بتيجي تعمل حاجه او المجموعه اللي بتشتغل على كره القدم في النادي الاهلي مش ناس كده، ايه يا عم خلينا نخلص من عمار وخلينا نخلص من اكرم توفيق وخلينا، لا 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 خالص. الناس دي بتفكر علشان تدي فرص، وزي ما انتوا سمعتوا زي ما حضراتكم سمعتوا عمار حمدي بيقول لك ايه، بيقول لك التمرين في النادي الاهلي اقوى من مباريات تانية، التمرين في النادي الاهلي اقوى من مباريات اخرى، ف لازم تؤدي بشكل جيد. فانت بتعتبر النادي اللي انت رايح له ده بتموت نفسك فيه حتى في مبارياتك ضد النادي الاهلي، حتى في مبارياتك ضد النادي الاهلي، لان هو ده النادي الاهلي، هو ده اللي بتتعلمه داخل النادي الاهلي، ان انت دايما بتموت نفسك في الفريق اللي انت بتلعب فيه، حتى لو ماشي اعاره من النادي الاهلي، حتى لو ماشي اعاره وهترجع النادي الاهلي تاني. احنا اتعلمنا كده، معلش يا جماعه اتعلموا، الناس اللي اتربت داخل النادي الاهلي اتعلمت هذا الكلام، ودائما ما بتصدق مع نفسها ومع جمهورها من خلال اللي اتعلمته في النادي الاهلي. فالاعارات ما بتتعملش زي ما انا بقول لك كده، ايه قاعدين مع بعض لجنه التخطيط والكابتن خطيب، كابتن خطيب يقول لهم النبي مشي وفلان حاضر مشي، ما عندناش الكلام ده. انت او بتطلع اعاره لغرض ان انت تشوف اللاعبين دول كويس، عندك لجنه بتتابع وبتشوف علشان لو الكويس اتفضل ارجع وخد مكانك زي ما حصل مع ناصر ماهر. طبعا ده كله بعد ايه؟ كل اللي انا بقوله لحضراتكم ده بعد ايه؟ رؤيه الجهاز الفني. أنا على اعتبار إن الناس كلها عارفة طريقة النادي الأهلي والطريقة المؤسسية اللي بيمشي بيها النادي اللي بتمشي داخل النادي الأهلي، إن في الأول وفي الآخر لو الجهاز الفني قال لك أنا مش عايز إسلام خلاص مش عايز إسلام. هو الجهاز الفني اللي مسؤول على فكرة. لو الجهاز الفني قال أنا عايز فلان من بره النادي هنحاول نجيب له فلان من بره النادي. هو ده النادي الأهلي، هي دي مؤسسة النادي الأهلي. فهجوم شديد جدا جدا عشان شويه عشان اعارات عملها النادي الاهلي، وهتشوفوا حضراتكم ان النادي الاهلي هيبقى اكبر المستفيدين، لا تاني اكبر المستفيدين، لان اول اكبر المستفيدين هي اسم بلدك مصر، هي اكبر المستفيد اكبر المستفيدين من هذه الاعاره. حضراتكم شفتوا اكرم توفيق، حضراتكم شفتوا عمار حمدي، حضراتكم شفتوا الجزار، حضراتكم شفتوا ناصر ماهر، حضراتكم شفتوا بقية اللاعبين اللي موجودين. هو ده التفكير، بلدك النادي بتاعك وبالتالي مش عايز حاجة تانية. فللناس بس اللي كانت بتهاجم اصبروا، ما عنديش مشكلة على فكرة، أو تنتقد يعني ما عنديش مشكلة إن أنت تنتقد، ولكن اصبر شوية وشوف نتائج هذه الإعارات إيه. بس أدي اللي أنا بقوله
في هذا الموضوع، لأنه موضوع مهم جدا جدا جدا.